سؤال 40 طبعا ما عليه بهالشكل معقد، اخذ الامور ببساطه. عندي قوتين بالنهايه يريد مني مقدار قيمه الفورس اف هذه اللي تخلي المومنت حول البي تساوي صفر، هذه نقطه بي. معناها اخذ المومنت حول نقطه بي وساوي معادل بالصفر حتى استخرج قيمه هذه اف. طبعا هذه قوه نشوفها هي قوه الوزن اللي هي ام في الجي، الكتله في التعجيل الارضي، واللي هو مطين اياها 85 كيلو غرام. فمعناها اضربها في مقدار الجاذبيه الارضيه اللي هي 9.81 حتى تطلع مقدار هذه القوه. اما بالوحدات الثانيه فمطيه مباشره انه القوه 185 بالباوند، اخذ مومنت حول بي، فبالتالي هذه القوه امتدادها بهالشكل هذا. الذراع العمودي هو 200، هذه بالاس اي يونت. لو اجي بالوحدات اللي دنحل بيها 185 مقدار القوه امتدادها بهالشكل هذا، اضربها في مقدار الذراع اللي هو 8 انش، اذا 185 في 8 مباشره، 185 في 8. اما القوه الثانيه اللي هي هذه اف، فاضطر الى ان احللها اف كوساين واف ساين، لكن المشكله الزاويه اللي انا دا احلل اشوف لانه هذه الاف اذا اعطيته كوساين 60 راح ينطبق على هذا المحور اللي هو المحور المائل، المحور القطري بهالشكل هذا، لكن انا اريد انه ينطبق على هذا المحور اللي موجود بالقاعده، فبالتالي راح اعطي كوساين 60 عمودي ينطبق على هذا المحور، وبعدين اعطي كوساين 20 حتى ينطبق على المحور الافقي، اذا معناها راح اعطي كوساين 80 او كوساين 60 زائد 20، فبالتالي انا ححلل اف كوساين 60 زائد 20 واف ساين 60 زائد 20، اذا الكوساين هو ينطبق على المحور الافقي. والساين يكون بشكل عمودي، إذا انطبق على المحور الأفقي صار بهالشكل هذا، معناه الذراع العمودي هو هذا. إذا معناها 26، أما الساين يكون عمودي بهالشكل هذا، فالذراع العمودي مالته هذه المسافة كلها، هي معناها 37 زائد 8. نجي إلى الاتجاهات، من ناحية هذه القوة هي تدفع إلى الأسفل، فبالتالي اتجاه الفور راح يكون بهالشكل هذا، إذا معناها كاونتر كلوك وايز، إذا معناها موجب، هذه قوة تكون موجبة. أما بالنسبة لهذه المركبات فهي للأعلى وإلى اليسار، فإذا كانت للأعلى تكون سالبة، معناها clockwise سالب، فإذا القوة اللي بالأعلى اللي هي الساين هذه تكون سالب. أما الأفقية اللي هي تكون نحو اليسار، يعني افترض أنه هذا الذراع موجود بهالشكل هذا وقوة نحو اليسار فتدفع، فبالتالي راح يفتر من الأسفل، فراح يكون كاونتر كلوك وايز معناه موجب، إذا القوة الأفقية تكون موجبة. من النتيجة طلع عندي مقدار القوة 37.2، مقدار القوة اللي طلعت عندي هي موجبة، إذا فرضيتي صحيحة إنه الكاونتر كلوك وايز يكون موجب. لو طلع لي قوة بالسالب أقول بأنه فرضيتي غلط والمفروض إنه آخذه كلوك وايز.